معكم الدكتور مراد أحمد من قسم الرياضيات كلية العلوم في الجامعة الأردنية، محدثكم عن برنامج الدكتوراه في قسم الرياضيات. انتهى العمل في مبنى قسم الرياضيات عام 1983 ويضم 7 قاعات تدريس بالإضافة إلى مختبر للحاسوب لتدريس الطلبة على بعض البرامج والرزم الرياضية والإحصائية. القسم على وشك التقدم بطلب للاعتماد من مؤسسة أيبت. محاور الخطة الدراسية: أولاً، متطلبات تخصص إجباري 21 ساعة. ثانياً، متطلبات تخصص اختياري 18 ساعة. ثالثاً، امتحان الكفاءة المعرفية. رابعاً، رسالة 18 ساعة. خامساً، تتنوع مواد التخصص من الجبر والتحليل والرياضيات التطبيقية والتوبولوجيا والإحصاء. منهجية التدريس: أولاً، لغة التدريس الأساسية هي اللغة الإنجليزية. ثانياً، طرق التدريس بغالبيتها نظرية بالإضافة إلى مختبر الحاسوب والإحصاء. ثالثاً، تتنوع الأنشطة بين عرض أبحاث وأفكار الأساتذة بحضور الطلبة بالإضافة إلى ورشات ومؤتمرات مصغرة مثل ورشة الجبر. المهارات المكتسبة والفرص في سوق العمل: أولاً، المنهج العلمي في التفكير وحل المشاكل. ثانياً، العمل كفريق من خلال مشروع التخرج الذي سيقدمه الطالب. ثالثاً، استخدام الحزم الرياضية والإحصائية للمساعدة في تحليل البيانات. رابعاً، تعليم الطلبة على التدريس والتعامل مع طلبة المدارس من خلال مواد وأساليب التدريس. خامساً، فرص العمل في معظمها أكاديمية وبعض فرص العمل في البنوك، ولا ننسى أن خريجو قسم الرياضيات كانوا وما زالوا من الرواد الذين حصلوا على منح للدراسات العليا في مختلف جامعات العالم وأرقام، وكانوا من المتميزين دائما. أهلا وسهلا بكم في برنامج الدكتوراه بقسم الرياضيات في الجامعة الأردنية.